لعبت كتابات فتح عثمان في مقالاته عن اليسار الإسلامي، ثم كتابات المفكر المصري حسن حنفي الدور الأبرز في البناء الفكري عند الإسلاميون التقدميون الذين فشلوا في التحول من الحالة النخبوية إلى التيار الفاعل جماهيرياً. شعارهم الدائم التمييز بين ما جاء به الإسلام وما جاء من أجله الإسلام، فمقاصد الدين هي الثوابت وما عداها فليس من الثوابت في شيء، بناء على ما سلف جاءت دعوتهم لتجديد الدين، ذاك التجديد الذي يعيد ترتيب العلاقة بين المسلم ومحيطه الكوني. لذلك اعتمدوا العقل وسيلة في فهم الكتاب والسنة بعيدا عن الحرفية أو النصية، فهل نجحوا في ذلك؟ وما هي طبيعة مشروعهم؟ أهلا بكم إلى الجزء الثالث من الحوار مع القيادي في تيار الإسلاميون التقدميون صلاح الدين الجرشي. نرحب بك أستاذ صلاح الدين الجرشي في هذه السلسلة. طبعا ورد في التقرير حول الطروحات الفكرية للإسلاميين التقدميين يتحدث عن تعدد في القراءات للإسلام. ما المقصود لدى الإسلاميين التقدميين بتعدد القراءات للإسلام؟ احنا الحقيقة انطلقنا من تلك التجربة التي عشناها في المرحلة السابقة، ولاحظنا بأن عموم الإسلاميين يذهبون إلى الاعتقاد بأن هناك إسلام صحيح، وهذا الإسلام الصحيح هم الذين يعبرون عنه من خلال تقمص هذا المفهوم الأساسي. وكان هناك حديث في تقديري ليس حديثا وإنما منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن أمتي ستفترق إلى 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة إلا واحدة، الواحدة كل واحد يدعي بأنه هو الذي يمثل هذه الفرقة. فقلنا هل صحيح بأن الإسلام يخضع لقراءة واحدة وأن هناك مفهوم وحيد يمكن أن يعكس معناها جوهر الإسلام وحقيقته؟ واكتشفنا بأن هذا الادعاء لا يستقيم من الناحية التاريخية، لأنه صحيح لنا رسول واحد صلى الله عليه وسلم ولنا قرآن واحد، ولكن بين النص القرآني أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فهم المسلمين لهذه النصوص المرجعية وجدنا أن هناك فوارق متعددة وتصل إلى مستوى التناقض بين هذه القراءات المتعددة. وعندما نعود إلى التجربة النبوية سنجد أن الصحابة اختلفوا في فهم العديد من الأحكام والعديد من النصوص، وهذا الذي أدى بهم ليس فقط إلى مستوى الاختلاف وإنما مستوى الصراع ومستوى التناقضات الجوهرية، وهذه التناقضات ترجمت في اختيارات اجتماعية واقتصادية وسياسية متباينة. بل يعني أنتم تفصلون أو تقولون بالفصل بين النص وبين فهم النص، ولأننا إذا لم نقوم بهذا الفصل فإننا ننتهك حرمة النص. لكن في إشكالية أستاذ صلاح الدين لدى من يقول بذلك، وهو الفصل ما بين النص وفهمه، النص المقدس. هل يعتقد بأنه للنص فهم ثابت لكن ليس بالضرورة أن يتأتى لدى جمهور محدد أو مذهب واحد، أم يرى أن النص يحتمل قراءات متعددة وكلها صواب؟ شوف، يعني إحنا ذهبنا إلى الاعتقاد بأن النص القرآني مفتوح، بمعنى هو نص قابل لكي يفهم ويؤول تأويلات متعددة وكلها صحيحة. هنا الصحة تبقى نسبية، بمعنى أن الصحة مرتبطة بمدى الوصول إلى معايشة والدفاع عن حقوق أساسية للمسلمين في كل مرحلة من مراحل التاريخ. بمعنى أنه عندما نرجع إلى الصحابة ونرجع إلى الفتنة الكبرى والصراع الذي دار بينهم، نلاحظ أن هناك من حاول أن ينحاز إلى عالم الفقراء
وحاول أن يدفع في اتجاه تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وهناك من ذهب في اتجاه معاكس تماما، وبالتالي اعتمد على تنمية المصلحة الشخصية وعلى الانحياز لفئات اجتماعية رأت بأن الإسلام يوفر لها فرصة للاستثراء ولتعزيز نفوذها الاقتصادي والمالي والسياسي. هنا بطبيعة الحال تصبح تحديد الحقيقة أو تحديد هل هي صواب أم لا بمدى انعكاسها وتأثرها وتأثيرها في الصراع الاجتماعي وكذلك الصراع السياسي. لكن في إشكالية أيضا تبقى، وهي أنه ما هو الضابط الذي يضبط هذه المرونة في فهم النص بحيث لا ينسلخ من مما يعرف دائما في الأديان الثوابت الدينية؟ شوف، الثوابت الدينية مرتبطة أساسا بالعبادات وبعدد أساسي من العقائد، بمعنى أنه لا يشك أي مؤمن وأي مسلم في وجود الله وفي وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تحقيق المعاني اللي مرتبطة بالعبادات. لكن ما عدا ذلك، إذا انتقلنا من مستوى العقائدي والتعبدي إلى مستوى فهم ومعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فإن هنا المجال يصبح مجالا مفتوحا للاجتهاد الواسع، وبالتالي تتحدد حقائق الأشياء انطلاقا من هذا الصراع الذي هو مفروض أن يتم بين المسلمين في مجتمعاتهم وفي تجاربهم للاقتراب من تحقيق القيم الأساسية التي جاء من أجلها الإسلام، وهي قيمة الحرية، قيمة العدالة، قيمة التآلف والرحمة وتحقيق المصالح العليا للمسلمين. طيب، أليس في ذلك اختزال للدين في دائرة فقط القيم والمثل على شكلة أديان أخرى ليس فيها نصوص شرعية تشريعية كما يقول فقهاء المسلمين بأنه الإسلام دين ودولة، أو على الأقل وكأنه فكرتكم تقترب إلى حد ما من الطرح العلماني الذي يقول بفصل الدولة عن الدين وحتى بفصل المجتمع عن الدين على اعتبار أنه الدين هي علاقة خاصة بين العبد وربه؟ شوف، أنا من الذين يعتقدون بأنه كلما ربطنا بين الدين والدولة إلا وحدثت ثلاث مشاكل أساسية. المشكلة الأولى هي الاستبداد، يبدأ هذا الاستبداد بسيطا ثم يتطور. ثانيا يعني عزل مجموعة من القوى الأساسية في صلب المجتمع من خلال تعميق التمييز بين أبناء الوطن الواحد والمجتمع الواحد، وثالثا يقع اضطهاد اجتماعي واضطهاد جنسي انطلاقا من قراءات محدودة جدا للإسلام، وفي عديد منها قراءات تشوه الصراع الاجتماعي وتشوه القيم الأساسية للإسلام. إذن كلما أمكن أن نحدث نوع من العلاقة التي قائمة بينها نوع من التمايز بين الدين من جهة وبين الدولة من جهة أخرى، كلما كان ذلك لفائدة الدولة المدنية التي يجب أن تكون هي المرجع. وكذلك لأبعدنا الإسلام عن توظيفه في صراعات اجتماعية تخدم أطراف دون أخرى. الدكتور حسن حنفي في كتابه اليمين واليسار في الفكر الديني يقول اليسار الإسلامي عبارة عن حركة تاريخية جماهيرية ثقافية حضارية اجتماعية سياسية. ثقافتنا ترتكز على ثلاثة أصول: التراث القديم الإسلامي يقصد، التراث الغربي، وثالثا القرآن الكريم. هل تلتقون مع ما كان يطرحه الدكتور حسن حنفي في هذا المجال أم تختلفون؟ وإذ كان هناك اختلاف ففي أي وجه يتم الاختلاف، لأنه يتم الحديث هنا عن أصول معتمدة في إنتاج الفكر والمشروع الفكري للحركة. يعني انطلاقا من الفقرة اللي قريتها سيادتكم، لا يوجد خلاف كبير ما عدا توضيح معنى التراث، بمعنى أنه عادة ما نتهم بأننا عندما نتحدث عن التراث
ندرج ضمنه القرآن والسنة، مع أننا نريد وهو كان واضحا في أنه لما قال المصدر الثالث هو القرآن فصلوا عن التراث فصل هذا الفصل مهم، لأنه بعد ذلك يقع تحميلنا ما لا طاقة لنا به. لكن فيه إشكالية في الفصل أستاذ الصلاح، يعني يستشف من كلام الدكتور حسن حنفي أنه السنة ليست في مرتبة القرآن كما يقول أهل السنة والجماعة، وبالتالي يعني فيها أخذ ورد بخلاف النص الأساسي. نتفق ساعة في البداية على أنه معناه كلمة التراث لا تشمل القرآن والسنة، والأمر الثاني هو أنه لحماية القرآن لابد أن نؤكد بأن التراث بمعنى محاولات التفسير والفهم التي قام بها العلماء والفقهاء والمفسرون وعموم المسلمين لا تلزم النص القرآني، وبالتالي هي ليست جزءا ثابتا من الإسلام. من يعتقد بأن التراث ثابت من الثوابت هو يعتدي على دور القرآن وعلى تجاوزه للمراحل الزمنية، كل المراحل الزمنية، أي أننا عندما نعتبر بأن التراث هو جزء لا يتجزأ من الإسلام فإننا سنسجن الإسلام في المراحل التاريخية لأولئك الفقهاء والأصوليين والمفسرين الذين فهموا هذا الدين في مراحل تاريخية عاشوها. عندما نصل إلى مستوى السنة لابد أن نعترف ولابد أن نقول وأن نشير إلى أن هناك خلافات كبيرة في مفهوم السنة، وهناك تفاوت بين العلماء حتى في تحديد ما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الضعيف. والدليل على ذلك أنه إلى حد الآن، إلى حد اليوم، ما زالت هناك محاولات لغربلة الحديث النبوية، وهناك دائما يقول بأن هذا الحديث قد يكون صحيحا في ظاهره. ولكن طيب النقطة الأساسية اللي أريد أن أستفهم من حضرتك أستاذ الصلاح، الموقف دائما من السنة ونقصد بها أحاديث النبي أو ما يعرف بالسنة القولية والفعلية عند النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف منها متعدد. هناك من يقول بأن هي بمثابة القرآن الكريم من حيث الحكم، وهناك من يقول هي مفسر للقرآن الكريم وبالتالي إذا اختلفت معه تسقط، وهناك قول ثالث يقول ليس لها اعتبار. أنتم من أي فئة من هذه الفئات الثلاث؟ لم الحقيقة في تجربتنا التي قمنا بها وعلى مستواي الشخصي لم نقل في لحظة من اللحظات بإسقاط السنة، وإنما كنا أقرب إلى وجهة النظر الثانية التي عبرتم عنها، وهي أنه إذا وجدنا حديثا يتناقض مع إحدى الثوابت النصية في القرآن أو يتناقض مع العلم أو يتناقض مع مصلحة عموم المسلمين فإننا نسمح لأنفسنا بتجاوز ذلك النص المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن لم نسقط السنة ولكن ما زلنا نطالب ونلح على أخذها بعين الاعتبار، لكن في ظل مقاييس ومنهجية تجعل السنة في خدمة النص القرآني وثوابته وكذلك في خدمة مصالح المسلمين. هذا من حيث متن النص أم لا يأخذ بالاعتبار سند النص، لأنه أحيانا قد يكون السند كما يقول المحدثون صحيح، إذا كان السند صحيحا والمتن لا يتفق مع توجهاتكم هل تسقطونه في هذه الحالة ضمن يعني هذه الإطار؟ يعني ما يهمنا في هذا السياق هو متن نص، لأن النص هو الذي سيتحول إلى حكم أو إلى آلية لإثبات موقف ما. فإذا هذا المتن كما قلت لك يتناقض مع ثوابت القرآن ومع مصلحة المسلمين ومع العلم فإننا نطرح مجموعة من التساؤلات حوله. لا يحق لي شخصيا أن أسقط أي حديث أو كلام منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول هذا
لا يصح اعتماده في هذه المرحلة وفي هذه القضية وفي هذا الحكم. طيب، وأنت تتحدث عن الطروحات التي تقدمتم بها كإسلاميين تقدميين، تقول بعد التخلص من فكر سيد قطب وجدنا أنفسنا نقيم قراءة نقدية لحركة الإخوان، ومن ثم انتقلنا إلى نقد الجذور الفكرية للمدرسة السنية وخصوصا في بعدها السلفي، وهو ما جعلنا أقرب إلى مدرسة الاعتزال وابن رشد. يعني هل أنتم تعتبرون أنفسكم امتداد للمعتزلة تاريخيا؟ معناها في بعض المسائل لقينا أنفسنا بأن الاعتزال أو مدرسة الاعتزال توفر فرصة لقراءة أكثر جدلية وأكثر تحررية، تساعدنا على مسألة مهمة جدا، وهي كيف نفهم النص القرآني. لا نعتبر أن المعتزلة هم المدرسة العضوية التي سننتمي إليها أو سنعتمد على كل ما قالوه. هناك أفكار لا يمكن أن لم تعد صالحة وثبت بأنها هشة ولا يمكن الاعتماد عليها. لكن لاحظنا في ما سميناه بالتيار العقلاني داخل الفرق الإسلامية وداخل التراث الإسلامي ما يسمح أو ما يساعدنا على التأكيد بأن هناك حركية، هناك علاقة جدلية يجب أن تقوم بين القارئ وبين النص، وبالتالي يقع تحرير النص من الكثير من التأويلات والتفاسير التي حاولت أنها تحشر النص في سياق إما سياسي أو مذهبي يفقد حيوية النص اللي هي مفروض أنها تكون متجاوزة للزمان والمكان. طب اسمح لي أن أسأل هنا سؤال أيضا أحيانا يقع فيه الإنسان من حيث لا يدري، وهو الهروب من فخ الأدلجة، أدلجة النصوص، إلى أدلجة جديدة. يعني عندما نتحدث نحن عن تيار عقلاني بمعنى أن يكون العقل هو المرجعية في فهم النص، عمليا هو بدأنا أو شرعنا أدلجة جديدة لكن عنوانها العقل، مخالفة لأدلجة خرجنا منها عنوانها النص. ألم تقعون في مثل هذا الفخ الذي يتطلب انتقائية في فهم النصوص بناء على عقلي الذي قد يختلف عن عقل الآخرين؟ حقيقة صديقي لا يمكنني أن أفهم النص بدون عقلي، وإلا كيف سأتعامل مع والسلفي أيضا؟ ولكن لاحظ أننا لو لم نتعامل عقلانيا مع النص فإننا سنجد أنفسنا أمام إشكاليات عديدة لا يمكننا أن نفهمها أو أن نفككها. يعني أنا شخصيا لو وجدت نفسي في جدل مع أحد السلفيين الآن الذين يدعون بأنهم يملكون الحقيقة، فإني ولم أعتمد عقلي ولم أعتمد نوع من قراءة حركية للنص، فإنني سأضطر بالتسليم بكل ما يقوله وسأعتبر ما يقوم به شرعيا. لماذا؟ لأنه يعتمد على قراءة ظاهرية للنص وله نصوصه التي يستند عليها لكي يبرر كل أشكال الأعمال التي يقومون بها، وبالتالي كيف يمكن أن أواجهه عبر التأكيد بأن النص الذي قرأه أو اعتمد عليه وراه هو سند مشروعية خطابه ومشروعية ممارسته؟ نعم. لا يستقيم فهمه مع أشياء أخرى أقيس عليها أنا، اللي هي مصلحة المسلمين، اللي هي النصوص الثابتة في القرآن، اللي هي معناه اجتهادات هنا وهناك بيّنت بأن هذا النص ليس له فهم واحد وأنه يمكن أن يكون له مفاهيم متعددة. إذا لم أستعمل كل هذه الآليات فإني سأصبح داعشيا بشكل من الأشكال، أي أن الذي يجعلني أختلف جوهريا مع هذه الأطراف هو استعمالي لعقلي في فهم نقطة أساسية أريد أن أستوضحها منك. تقول أنه من اعتمد هذه الأدوات في تفكيك النص وتحليله واستنباطه سيصبح داعشيا في يوم من الأيام. المنظومة السنية بشكل عام إذا ما استثنينا منها الإسلام السياسي يعتمد كل هذه الأدوات، هل هذا يعني أن هذا الفكر يتجه بشكل أو بآخر نحو صيرورة داعشية؟
لا يعني أولا داعش ليست ظاهرة حديثة معروف تاريخيا وليست في الإسلام، موجودة في أديان أخرى وبالتالي حتى داخل الفضاء السني وجدت تجارب شبيهة بما نعيشه اليوم. نعم. لكن ما يمكن قوله هو أنه النص هو الوحي، ولكن هذا الوحي رغم أنه مفارق للواقع لكنه لا يستطيع أن يفهم إلا ضمن السياق التاريخي. نعم. وبالتالي تنزيل هذا النص على الواقع هو الذي يعطيه البعد ويعطيه الحيوية ويجعله مؤثرا في واقعنا. لكي يقع تحويل هذا النص من الكتاب المقدس من القرآن إلى أحكام ومواقف وصراعات واجتهادات وتصورات ونمط جديد من الحياة، هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العقل، يحتاج إلى مقارنة التجارب، يحتاج إلى تحديد المصالح وكيف نحقق التوافق بين هذه المقاصد القرآنية وبين مصالح المسلمين. ولذلك الفقه متحرك، والآن هناك دعوة لإعادة بناء معناها منهجية استنباط الحكم الفقهي من خلال مراجعة أصولية عميقة. الآن هناك حديث عن إعادة تفعيل المقاصد اللي هي تعني تجاوز ظاهر النص وتجاوز الأحكام الظرفية لتحقيق هذه الديناميكية التاريخية. طبعا يعني على الأقل الإمام الشاطبي ألف كتاب في المقاصد الشرعية، ولعله يمكن الكتاب الأول الذي كتب في المقاصد وإن تحدث عنه فقهاء تاريخيا. لكن أريد أن أسألك بعد الفاصل، هل أنتم بصدد الحديث عن مقاصد يختلف عما طرحها الإمام الشاطبي الذي يعتبر سلفيا في مرحلة من المراحل، وما طبيعة هذه المقاصد؟ بعد الفاصل مشاهدينا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. نحييكم من جديد مشاهدينا، ودائما مع الأستاذ صلاح الدين الجرشي، وهو من رواد فكر الإسلاميين التقدميين في تونس. قبل الفاصل كنا نتحدث فيما يتعلق بالمقاصد، بما أن حضرتك تناولت أكثر من مرة وكأنها هي المحور أو قطب الرحى الذي يدور حوله فكر الإسلاميين التقدميين. ما المقصود بالمقاصد لديكم؟ وهل هي نفس ما قاله الشاطبي في كتابه المقاصد؟ شوف، الإسلاميين المتقدمين حاولوا أن يستفيدوا من الشاطبي، وأصلا معناها نظرية المقاصد ساعدت الإسلاميين المتقدمين كآلية من الآليات التي لجأوا إليها واعتمدوا عليها لكي يفهموا النص وينزلوه في سياقه الراهن. لكن لا أعتقد بأن الشاطبي قد حدد بشكل نهائي هذه المقاصد، وذلك بقيت هذه المقاصد مفتوحة لكي يقع تعزيزها بشكل مستمر لكي تستوعب أكثر ما يمكن من القيم الأساسية التي يمكن أن تحدث نقلة في المجتمعات العربية والإسلامية. احنا لما وصلنا في مستوى التركيز على فكرة المقاصد بدأنا نبحث عن مقاصد جديدة نضيفها، وبهذا السياق تأثرنا بقيمة الحرية. قيمة الحرية اللي هي قيمة أساسية، واعتبرنا بأنه لا يمكن أن يصبح الإسلام قوة رائدة دافعة مش فقط على مستوى المسلمين على مستوى العالم إلا إذا ترسخت قيمة الحرية واعتبرت إحدى المقاصد الأساسية من مقاصده. كذلك مفهوم العدالة الاجتماعية الذي وكان غائبا أو كان له طابع أخلاقي محدود، فاعتبرنا أن العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة بين أبناء المجتمع الواحد في ظل تناسق قيمي يقوم عليه المجتمع كمواطنة وليس كانتماء عقائدي أو مذهبي.
وبالتالي أردنا أن ندفع بالمنظومة الأصولية إلى مجال أوسع تستوعب فيه التطورات التي حصلت على المستوى العالمي وعلى المستوى الكوني، لأن هناك مسألة لابد أن نستحضرها باستمرار، أنه حصلت لنا قطيعة بين المرجعية الإسلامية الأساسية بعد الانقلاب الأموي، وبعد ما أصبح الصراع على السلطة هو الأساس، وبعد أصبح هناك يعني انقسام حاد داخل المجتمع داخل الأمة. والآن نحن مثلا نتحدث عن الإسلام، هل نتحدث عن إسلام واحد موجود الآن في نحن نتحدث عن انقسام وشرخ كبير بين الشيعة والسنة. ما معناه أنه في صلب الإسلام هناك تعددية لم تدار بشكل سلمي وبشكل عميق، مما أدى إلى وكأنه كل واحد من هذه الفرقتين يعيش إسلامه الخاص وينظر الإسلام منظوره الخاص. أكثر من ذلك، الآن بتطور الحركات السلفية اللي تسمى نفسها جهادية الآن، وإلى جانب حركات أخرى، الإسلام السني نفسه مهدد بالتفكك في داخله، وأصبح هناك تقاتل داخل الإسلام السني، لأن كل واحد يدعي أنه هو صاحب الشرعية وصاحب الفهم الصحيح للإسلام. إذا لم ندرك أن مفهومنا الإسلام في حاجة إلى إعادة بناء وإعادة نظر وإعادة هيكلة، فإننا نسير إلى نوع من الحرب الدينية والمذهبية، وبالتالي بدل أن يكون الإسلام هو عنصر توحيد وعنصر بناء وعنصر تجميع وعنصر دفع إلى الأمام، نعم، يتحول هذا الدين إلى عنصر صراع وصراع على الإسلام نفسه وعلى فهم الإسلام نفسه. لعل كان هذا الهاجس الذي شغل الدكتور حميد النيفر، وهو أحد رواد هذا الفكر، الذي قال أنه نحن بحاجة إلى تجديد في الدين، هو يحدد محددات لهذا التجديد في دراسة له بعنوان التجديد الإسلامي ورؤية العالم. أخذنا منه مقتطف نشاهد معه. التجديد الإسلامي ورؤية العالم. في دراسة بعنوان التجديد الإسلامي ورؤية العالم المنشورة في موقع إسلام أونلاين عام 2009، يقول حميد النيفر إن تجديد الخطاب الديني هو إعادة اكتشاف الذات وفق شروط الوعي العالمي الجديد المتميز بمناهجه المعرفية وليس الأيديولوجية. ليس التجديد الذي غايته المعاصرة مجرد تراكم كمي لمستجدات تضاف إلى المجتمع القديم، إنه نهاية الاغتراب الحضاري بوضع الإنسان في سياق تاريخي ووجودي أشمل يعيد العلاقة بينه وبين محيطه الكوني. تقديرك أستاذ صلاح، إلى أي حد قد يكون موفقاً الدكتور النيفر في يعني وضع اليد على النقاط الأساسية في ملامح التجديد المطلوب للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي يعيشه الإسلام بحسب ما ترونه؟ أنا في رأيي أنه أصاب الهدف، لأنه بدون تجديد الدين، بمعنى تجديد الدين يعني بدون إعادة فهم جذري، لأنه عادة لما نحكي وإحنا على التجديد في الإسلام هناك من يتحدث عن تجديد شكلي وكيف نقدم النصوص القديمة في ثوب جديد وكيف نحاول أن نعدل بعض المفاهيم. لا، المأزق الفكر الإسلامي في العصر الحديث ليس مأزقا شكلانيا ولا جزئيا، وهناك مأزق جوهري. مأزق جوهري إذا لم تقوم حركات تجديد فعلي تتصدى لجوهر القضايا وتعيد الاعتبار لهذه القضايا الأساسية، فإن الإسلام سيبقى يعيش مش فقط على هامش اللحظة التاريخية المر بها الآن، ولكن سيعتبر أحد الديانات التي تعرقل عملية نمو الإنسانية بأكملها. الآن أنا أعطيك مثال، احنا ما زلنا نتخبط في محاولة بحث عن اجتهادات التي من شأنها أن تنظم مجتمعاتنا المعاصرة الآن الإسلامية. هل لنا إجابات حقيقية وقوية ويمكن أن ندافع عنها من داخل الإسلام تعتبر اجتهادات موجهة لمعالجة مشاكل إنسانية؟ الآن الإنسانية تعاني مشاكل خطيرة جدا. ما هو رأي الإسلام وموقف المسلمين منها؟ لا
احنا ما زلنا نتخبط ونتسارع على قضايا فقهيه، وما زلنا نتحدث المراه كيف تلبس ما تلبسش، كيف تتصرف ما تتصرفش، فهمتني؟ وعندنا مشكله في كل عائله، ما زلنا نتحدث عن كيفيه نربي معناها اطفالنا، ما زلنا حتى كيف نتعامل مع العلوم. وكل مره نسمع فتاوي عجيبه وغريبه، ايش معناها؟ معناها العقل المسلم معطل، او أنه يدور في حلقة ضيقة ولم يستطع أن يتجاوز هذه الحلقة الضيقة لكي يفهم اللحظة التاريخية ويفهم التحديات الكبرى. وذلك أن القرآن هو كلام الله للعالمين، هذا يحتاج إلى إثبات. ومن سيثبته؟ هل سيثبته هذا العقل الفقهي المحدود الذي يتصرف في جزئيات، أم يجب أن يفكر تفكيرا إنسانيا بعيدا، وأصلا أن نستوعب ما هي القضايا الإنسانية المطروحة اليوم؟ يعني الأزمة الكونية حول البيئة، احنا عندنا يعني معناها تصور معناها لها الآن حتى على مستوى النظام السياسي والاجتماعي العالمي اللي هو مهدد بالانفجار في داخله. احنا رهنا على الديمقراطية، ولكن الديمقراطية يمكن أن تزيف، إرادة الشعوب يمكن أن تزيف، وكيف نحاول أن نبني ديمقراطية حقيقية لا تزيف فيها إرادة الشعوب ولا تزيف فيها إرادة الإنسان؟ إذن الحقيقة معناها الفلسفة الإسلامية في حاجة إلى إعادة نظر، لأن المنهج الفقهي هو الذي طاغي الآن على الفكر الإسلامي وجعله منهجا براغماتيا، أو يسعى إلى التعامل بشكل مجزأ. حتى من تحديد من هو الذي يتولى الفتوى ومن هو الفقيه، عندنا مشكلة في العالم السني، يمكن العالم الشيعي يعني عالجها بشكل من الأشكال، وإن كان المشكلة مطروحة على الجميع، لكن في العالم السني يعني هربت أو تم تهريب وتم مصادرة الفتوى، وأصبحت الفتوى يعني إما عند كل طرف يدعي بأنه هو صاحب المرجعية الفقهية الأساسية. إذن أنا في رأيي المسلمون الآن يمرون بأزمة جوهرية تتعلق بالكيان، تتعلق بالمعتقدات، تتعلق بالتصور. حتى بالنسبة للمعتقدات بتاع المسلمين تحتاج إلى حراك، تحتاج إلى إعادة تفكيك بين أن أؤمن بالله وبين أن أناضل من أجل حريتي وبين أن أواجه الظلم الاجتماعي. لا توجد روابط حقيقية. طبعا ونحن نتلمس خيوط هذا الفكر، على الأقل يعني ما يوجه إليه من نقد، التركيز الأساسي هو حول العدالة الاجتماعية في الإسلام، التركيز الأساسي حول قيم الحرية والديمقراطية، حول التوزيع العادل للمكتسبات وللثورات والثروات وغيره. الدكتور نصر حامد أبو زيد وهو ناقد فعلي لكل التيارات الإسلام السياسي يقول أنه كل هذا كانت إرهاصات وامتدادات لكتابات سيد قطب صاحب كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام في المرحلة الأولى من حياته، وكذلك الدكتور مصطفى السباعي، وكلاهما ينتمي إلى الإسلام السياسي، الذي بدوره كما يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد هو ليس إلا الوجه الآخر للطرح الغربي الذي كان يشتغل على الهوية الأوروبية ومركزية الغرب في تصدير الحضارة إلى البشرية. هل مارستم النقد، بما أنكم مارستم النقد ضد الآخر أو في حق الآخر، هل مارستم النقد في طروحاتكم الأساسية هذه إذا ما كانت تستحق كل هذا الجهد والبذل من أجلها؟ شوف، معناها أولا نحب نلاحظ لك بأنه معناها تجربة الإسلاميين التقدميين تجربة مفتوحة وتحتاج إلى مراجعات وتحتاج إلى تدقيق نظر. لكن شوف الآن، أنت كنت تقول في كلام مهم جدا، سيد قطب الذي فكره أو تجربته الفكرية أوصلته في البداية إلى أن يلامس القضايا الجوهرية للمجتمع المصري وللمجتمعات العربية الإسلامية، وهي البحث عن كيف يمكن ترسيخ نظام اجتماعي يقوم على العدالة. نعم. ما الذي جعل سيد قطب يخرج من هذه البداية الإيجابية والمهمة جدا ويجد نفسه في قفص، في سجن؟ هو فهم بأن الإسلام يبدأ بأن نعلم الناس كيف يوحدون الله وكيف يفهمونه. في نظرته لعملية التوحيد والبناء العقائدي وجد نفسه سيد قطب يعتمد على المرجعية العقائدية الحادة والمغلقة
لكي يفهم دور الدين ودور الإسلاميين في المجتمع. وإذا به نجد أنفسنا أمام منظومة مغلقة حادة أدت بنا إلى ما قاعد يجري الآن من عملية تصفيات واسعة والقضاء على حرية المعتقد وعلى التعددية بين في داخل المسلمين. إذن المنهج لما أخطأ في المنهج سيد قطب عمل ردة على المستوى الفكري وعلى مستوى التناول الاجتماعي، وبالتالي أصبحت المشكلة ليست مشكلة كيف نحكم ومع نحكم وما هي القيم الأساسية وما هي السياسات التي يجب أن نختارها لكي نقوم بنهضة مجتمعية واجتماعية، وإنما أصبح صراع عقدي فقهي من هو المسلم ومن هو الكافر. وإذا واحد فسر التفسير غير متجانس مع الفهم الذي أعتبره أنا صحيح، كيف أتصرف معه؟ هل أقتله؟ وكيف يتم تنفيذ الحكم عليه؟ إذن مفهومنا الإسلام يؤدي بنا إما إلى عملية تحرر إيجابي بناء مثل ما فعل سيد قطب في الجزء الأول من مسيرته، وإما أن يؤدي بنا مع أنه هو كان يتهم نفسه أنه كان متأثرا باليسار. يعني الإشكالية أنه هو خرج من إيديولوجيا يسارية إلى إيديولوجيا أكثر طهورية أصولية تراثية، على الأقل جزءا من هويته الثقافية. أنتم تعيدونه إلى المربع الأول، إما أن نستلهم من المعسكر الشرقي تاريخيا المنظومة الفكرية، أو نرتد إلى المعسكر الغربي في طرحه الليبرالي ويبقى الإسلام بين قراءتين ليست من داخله. لا لا لا، يعني شوف، هناك مسألتين نتفهم فيها بشكل واضح. أنا صلاح الدين الجورشي كمسلم قيمتي هل أستمدها لمجرد أنني مسلم، أم لأنني مسلم يحاول أن يؤثر في واقعه لكي ينهض به؟ إذن قيمتي، رمزيتي، أهميتي، سري يكمن في مدى قدرتي على التأثير في تغيير الواقع. أما إذا كان أنا بقيت في دهليز ولا بقيت في كهف وأصلي لله سبحانه وتعالى، ربي غدوك يجب أن أعتقد هذا، ربي سيحاسبني يقول لي ماذا فعلت؟ أعطيتك 30 سنة 40 سنة 70 سنة، ماذا فعلت فيهم؟ ماذا قدمت للناس؟ إذن هذه القيمة الأساسية. القيمة الثانية اللي هي مهمة، أنه الدين إذا غادر الواقع أو انفصل عنه فإنه يفقد أهميته. هو لماذا الرسل جاءوا؟ ولماذا ربي حاسب الرسل؟ يحاسبهم يقول لهم هل بلغتم؟ إيش معنى هل بلغتم؟ هل بلغتم القول؟ وهل بلغتم المعتقدات؟ وبالتالي هل بلغتم النموذج الذي يجب أن يقيم الناس عليه حياتهم؟ فبالتالي فصل الدين عن الواقع وعن حياة الناس عملية خاطئة، ويقولها الكثير من العلمانيون. لكن أي دين وأي فهم للدين يجب أن يرتبط بهذا الواقع، لأننا نؤمن بأن الدين يجب أن يكون ثورياً بالمعنى التحرري، وبمعنى أن مساهمته في إعادة بناء منظومة القيم وأيضاً منظومة الواقع والعلاقات الاجتماعية. الدين عندما ينفصل عن العلاقات الاجتماعية يفقد أي تأثير ويصبح مجرد تهويمات تتجاوز الواقع. ورغم ذلك كان الاتهام لكم بأنكم عطلتم الثوابت باسم البحث عن تأصيل لهذه الثوابت. ما هي هذه الثوابت؟ اللهم يقول عطلتم الشريعة. ونحن نعتقد بأن عطلتم الشريعة؟ أنا أسألك، يمكن يقصدون بذلك، لكن ماذا قلنا نحن في موضوع الشريعة؟ نحن قلنا الشريعة ليست أحكاما، الشريعة هي مجموعة من القيم الأساسية، هي طريق يريد أراده الله لنا لكي يوصلنا إلى نتائج معينة. إذن بدل أني أنا نجي مهمتي هو أنني أطبق حد السرقة، أن واحد مسكين كذا مشى سرق في السوق، فنجي أنا ونعمل ميزان ونشوف السرقة اللي سرقها فاتت النصاب أم لا، وإذا كان فاتت النصاب نجي نعمل له معناها لما بجماعة ونقطع له يده. هذا مفهوم خاطئ وسطحي وبسيط. سطحي وطبق في التاريخ الإسلامي لمئات السنين، وفيه نص قرآني واضح، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا، يعني الـ 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 عمر بن الخطاب، ما هو نفس هي نفس الشيء. عمر بن الخطاب لما جاء واحد وقال له هذا سرقني، فهمتني، ويشتغل عندي وسرقني، فش قال له عمر بن الخطاب؟ مسأله ولا
قال له هل أطعمته وهل يعني هل وفرت له حاجيته؟ فلما تبين لعمر بن الخطاب أنه لم توفر حاجة قالوا لو جئتني مرة ثانية لقطعت أنت يدك، أنت صاحب المال وصاحب الجهة. لكنه لم يعطل الحكم يرد عليكم الآخر، هو لم يعطل الحكم، وإنما وجد أنه مناط الحكم مختلف، بمعنى أنه كان يتطلب أن يكون لا يسرق من جوع، لا يسرق من, 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 من طلب ومن حاجة ومن فاقة، وإنما نوع من مرض موجود عنده. شوف يا سيدي، شوف، يعني الآن بعض الدول الإسلامية موجودة الآن تطبق في هذه الأحكام، نعم، تطبق في الحدود، نعم. هل واقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في هذه في ظل هذه الدول وفي ظل هذه المنظومة التي تطبق الشريعة هي 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 تتماشى مع الإسلام، تتماشى مع حرية الإسلام، تتماشى مع العدالة الاجتماعية التي وضعها الإسلام، تتماشى مع المفهوم الإنساني؟ إذن شو معناه الحكم لما تجرده من السياق؟ لا، سيد قطب رد على هذا القول وقال إما أن تأخذوا الإسلام كله أو تدعوه كله. الاتهام للجهات التي تتحدث عنها أنه مارست نوع من الانتقائية في الإسلام لاستتباب سلطة سياسية تحكم باسم الدين. أي، ولكن سيد قطب عندما قال خذوا الإسلام كله أو تركوه كله، ما هو هذا الإسلام الذي طالبنا به؟ ما هي مضامينه؟ وما هي السياسات التي يطالبنا بتنفيذها؟ سيد قطب قال الكلمة، قال الشعار، يعني ممكن أنا نبلور لك شعار ولكن الشعار يبقى بدون مضمون، وقت اللي أنا أقول لك، لأنه في ناس تقول يعتقد بأن الإسلام نظام شامل الحياة. كل الإسلاميين يقولون ذلك. أي، أنا أعتبر بأن هذه مغالطة. لأن شو معناه الإسلام نظام شامل الحياة؟ معناه أنا المفروض أنني كي أبحث عن كتب الإسلاميين أجد معناه نظام اقتصادي، معناه وأجد نظام اجتماعي وأجد نظام تعليمي. هل هذا متوفر معناه لدى الإسلاميين؟ موجود شعارات وموجود تفسيرات وتأويلات متناقضة فيما بينهم، وكل يؤدي وكلهم يتأثرون بالتجارب الغربية. ولما تشوف أنت معناه مواقف الإسلاميين من عدد القضايا، هم في الحقيقة أمامهم صورة ما يحبوش يعترفوا بها، اللي هي التجربة العالمية والتجربة الكونية، ويستفيدوا منها وبعدها يعملوا لها صبغة ويقولوا هذه تحولت إلى نظرية إسلامية. طيب إذا كان إلى هذا الحد في خروقات وشروخ في منظومة الفكر الإسلامي السياسي واكتشفتم إياها أنتم في الإسلاميين التقدميين، لماذا لم يكتب لكم الانتشار أو السبق على الإسلام السياسي على الأقل في تونس؟ هذا السؤال طرحناه على الأستاذ محمد الكوماني وهو أحد رواد هذا الفكر، فكانت الإجابة على الشكل التالي. الإسلاميون التقدميون كما يسمون في تونس انشقوا عن الجماعة الإسلامية في نهاية السبعينات، وفي البداية مثلوا نوع من رد الفعل التنظيمي على ما يسمى أنذاك بالاتجاه الإسلامي، وتعرضوا إلى تشويه قوامه أنهم خرجوا عن الجماعة وأنهم تبنوا فكر يساري يقترب من الماركسية، وفي بيئة محافظة أنذاك سهل ربما على المناوئين لهذا التفكير أن يحجموا ربما من إشعاعه ومن إقبال الشباب عليه. الأمر الثاني أن الفكرة الإسلامية التقدمية فكرة جديدة، يعني والفكر الجديد يجد صعوبة في البيئة المحافظة اللي تستند على موروث سهل. أنا أعتقد أن الإسلاميين التقدميين ربما لم ينجحوا في استقطاب تنظيمي للشباب، ولكن فكرة الإسلام التقدمي وخاصة اليسار الإسلامي كظاهرة عربية نستطيع أن نقول أن هناك شباب كبير يقبل عليها الآن وتحتاج إلى أطر لتنظيمها. هل رد الأستاذ الكوماني مقنع فيما يتعلق بعدم قدرة الإسلاميين التقدمين على التسويق لفكرهم أو على الأقل مواجهة الإسلام السياسي بكل هذه الشروخات التي تتحدث عنها؟ شوف، أنا في رأيي القيمة الإضافية اللي قدموها الإسلاميين التقدميون هم أنهم طرحوا مجموعة من الأسئلة، نعم، وقاموا بمراجعات من داخل النسق الإسلام السياسي، ووصلوا إلى اقتناع بأنه يعني الأجوبة التي يقدمها الإسلاميون حاليا أجوبة غير كافية، أو أن العديد منها باطل غير صحيح، غير قادر على أن يستوعب الواقع بتحدياته الكبيرة. أكثر من ذلك، الإسلاميون التقدمون وصلوا إلى اقتناع بأنه هذا السعي لبناء ما يسمى بالدولة الإسلامية هو سعي من أجل وهم،
لا توجد حاجة اسمها الدولة الإسلامية، لأن وجود الدولة ويجب أن نحدد آليات هذه الدولة وما هي علاقتها بمواطنيها وكيف يقع التداول على السلطة في داخلها. هذه وسائل أستاذ صالح الدين يعني ليست أساسية الإسلامية. لا لا لا، أنا أقصد ما تدعو إليه، إنه أن تحقق الدولة نوع من الديمقراطية العدالة الاجتماعية، هذه وظيفة الدولة. لكن السؤال الأساسي، ألا يفترض أن يكون للدولة هوية؟ الإسلاميون عندما يتحدثون عن الدولة الإسلامية هم يتحدثون عن هوية الدولة، هكذا يقولون. أنا أسألك، يعني هل الدولة يجب أن تكون لها عقيدة؟ بمعنى أنه هل عندما نعطي عقيدة للدولة هل سيجعلها معناها قائمة بشكل جدي وعميق ومختلف عن بقية الدول؟ الدولة لها وظيفة أساسية، هي حماية حقوق الناس وتحقيق التعايش بين مواطنيها. قيمة الدولة ليست في أنها إسلامية أو غير إسلامية، والماركسيين لما حبوا يعملوا سموها الدولة الماركسية أو الدولة الاشتراكية انتهوا إلى قمع واسع النطاق وإلى فشل ذريع على جميع المستويات. نحن نريد أن نبني دولة تحترم المواطنة، تعتمد أساليب اللي تسميتها أنت وسائل، ولكن الوسائل مرتبطة بالمهام، لا يمكن أن تصل إلى هدف بدون وسيلة. إذن قيمة الوسيلة هي التي ستعطيك الفرصة لتحقيق هدفك. ولذلك فشل الإسلاميون وفشل غيرهم في رفعوا شعارات. أخي الدولة الوطنية قامت على مجموعة شعارات، ولكن هذه الشعارات خانتها الدولة الوطنية. لماذا؟ لأنها لم تعتمد الوسائل الحقيقية والفعلية والجدية التي من شأنها أن توصلهم إلى تلك الشعارات. إذن قضية الوسائل ليست قضية هامشية، وإنما قضية أساسية واستراتيجية. نستقبل إن شاء الله في الأسبوع القادم النقاش بهذا الخصوص. كل شكر والتقدير لكم أستاذ صالح الدين الجرشي، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.